عندما تتاح للبعض فرصة رؤية طائرة دون طيار تحلق في السماء أو يأتي الحديث عن عملياتها الميدانية، تتبادر إلى الذهن في أغلب الأحيان ثلاثة أشياء: أولاً أنها تطير ذاتياً دون طيار، وثانياً اعتمادها على الإنترنت وتكنولوجيا التوجيه في الإقلاع والتحليق والهبوط، وثالثاً إطلاقها صواريخ لإصابة أهداف بشرية تختبئ في مواقع يصعب وصولها عن طريق عمليات القوات البرية أو المقاتلات الجوية التي نعرفها. هنا في مبنى كوركوران لمعرض الفنون في واشنطن، أقام الفنان البريطاني جيمس بريدل معرضاً مصوراً يهدف إلى تعريف الناس على الحقائق الغائبة حول عمليات الطائرات دون طيار وكشف القناع عن أسلوب عملها. المثير للانتباه حول برامج الطائرات دون طيار واستخدامها في الحرب أنها تبدو تجسيدا لحقيقة التكنولوجيا المعاصرة كالإنترنت، إنها تجعلنا نرى الأشياء عن بعد دون التمكن من الاقتراب منها ولمسها. ومثلما يصعب لمس الإنترنت، فإن طريقة عمل الطائرات دون طيار نفسها تبقى خفية، ما يحرمنا من إجراء نقاش جاد بشأنها. أما أثرها السياسي فهو واضح من خلال قيام بإلقاء القنابل والقتل. ذلك المفهوم يعكسه عرض فني يخلط بين الرؤية النقدية والتجسيم المعرفي الذي يتاح للأمريكيين في المعرض خلال ثلاثة أسابيع كاملة، تأتي عقب أسبوعين تقريبا من اعتماد الرئيس باراك أوباما الطائرات دون طيار وسيلة أساسية في مكافحة الإرهاب وتتبع من تبقى من مستهدف الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد اعتقاد خبراء مكافحة الإرهاب الأمريكيين أنها حققت في الآونة الأخيرة نجاحا كبيرا في القضاء على أبرز قادة تنظيم القاعدة، غير أن صاحب العرض يرى غير ذلك. بزيادة استخدام الأسلحة المعتمدة على التكنولوجيا سنسمح لأنفسنا بتجاوز قوانين الحرب وقواعدها. فالآن يتم استخدام الطائرات العاملة دون طيار بأسلوب ينتهك الاتفاقيات العامة حول حقوق الإنسان وقواعد الاشتباك، وبالتالي حتى هذه اللحظة لا أرى لها فائدة. وبرغم الانتقادات التي تواجهها عمليات الطائرات دون طيار، يبدو أنها باتت تشكل واقعا جديدا في ثقافة القتال الأمريكي، وربما تشكل مدخلا لحرب المستقبل التي تضاعف الدور الميداني للتكنولوجيا وتقلل الدور الإنساني. ويؤكد ذلك اعتراف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI أنه بات يستخدم تلك الطائرات في عمليات للمراقبة داخل الولايات المتحدة الأمريكية. هنا خارج المعرض وعلى بعد خطوات من البيت الأبيض، رسم الرسام مجسما على الأرض لطائرة دون طيار، والرسم على الأرض هنا في الولايات المتحدة الأمريكية يعني تجسيما لمسرح جريمة، وهي خطوة ربما عكست وجهة نظر صاحب المعرض في عمليات الطائرات العاملة دون طيار. من أحمد، BBC واشنطن.